بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكري الموقع نادو بريس خال اهتمام وخشي النهار نسيور الهموم بصفه عامه اقليم الناظور وزنغان نهار غنغش الموضوع مهم التاسخ خاص نسيور هو ان الدور المجلسي الاقليمي ان المجلس الاقليمي خاصنا ندور قران بصفه عامه هذه اقليم الناظور ان امير بوصرف هو الرئيس الاقليم حاليا السابق تغادين السيد العامل خو تقريبا قناض دي أربع سنين باللي الرسمي الإقليمي انت جاء امير بوصرف نسيو بعض النقاط تغاس تعلقات اكو زنغان هو ان النقطه الاولى تعلق اولا خيج الاجتماع السيد العامل يدعم ذي اجتماع يدعم المجلس الإقليمي على اساس باش الجنيجن التمويل مجموعة الأسواق سبع الأسواق في إقليم الناظور من بينهم بني سيدا بني شكاي إلى آخره جنيجن الدعم باش عذر الأسواق نسن مزيان عجبان فكرة معتبرة ولكن تاني الغريب في الأمر أن مدينة أزغنغان مدينة مجاهدة مناظرة أزغنغان غاس سوق النص غاس التاريخ في وجي خاس غاي دافعا حتى أزغنغان واسو الشنبو يعني حق النس وغانغي يدعوش عوض مجلس اقليمي مسمى زنغان باش يدافع حتى هو مش يدافع عن ماري وذان هذه هو الحق زنغان باش يدعم هذه السيول على الاقل باللي زنغان في حاله غاس السوق يعني غاسكيش الميزانيه وما راهو غاس السوق هذه تدعم 8 زمن غاك السوق لهذا ان مع الاسف دقه زنغان دايوجير ني باباس ني ماس عوض مجلس الاقليمي قد دور نس قد ديني ويكي والو انتو غا يوعدان الرئيس مجلس اقليمي مجلس اقليمي يعني حاليا السيد رحموني يعني بكل صراحه يكانج فكره عجبان مره ان شتاو الديق اقليم الناظور بصفه عامه جميع الجماعات المحليه البلديه مع البلديه على اخره اسنك مره يعني يجي الملعب عشب اصطناعي هذا مزيان ما راه تيستافد ما نيجا السيد رحموني ولا تي والو غنسال هذا هاد وها لا تستغلي هذا والسماء مستغلي هذا ثانيا توغا عاود غمسال السي والخبير اللي خلق على المخطط زنغان يتشنيت صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله 2011 يتشنيت انا يتشني في النير وعاروي تني وزيو نشين زنغان زيو ذو عاروي استافدن ازم القاعات نشطن ديس مره زنغان يقيم مهمش 2011 مساكين الفئات حنجان الشباب مزيانا يوذان غاجة الطموح هذيك الفرق الرياضيه هذيك الناس يعني الرياضه انواع الرياضه الهوند الباسكيت الفولي كره اليد كره وضع اجتماعات نسحب تيكوندو هذيك الانشطه هذيك البطوله الافريقيه البطوله مش كيوقع هذيك اقليم الناظور البطوله الوطنيه الى اخره يعني نتحرم الزيت بكل صراحه نتحرم الزيت يعني نتحمل المسؤوليه غير قلنا مشاكل مساكين حنجان الخواص من غير خاصه نلقى ميكادونزا الشاتونزا الفرق الفرق الرياضيه تاع حتى التيران باش تنكونزا تاع التيران ديني والو القاعات الاجتماعات والو يعني بصفه عامه ان يعني زنغان مهمش سمح ندايس ارماني كان كعالي نعنع مستشار البلديه جميع اللقاءات ديال البلديه الدورات ديال العماله ديال ميديوس وزير الداخليه السي ورغ ميديوس السي القاعه المغطاه يعني مجموع النضالات في اخر عاود المجموعه الاعضاء النغين عريضه تم قرانت صاص مجلس اقليمي يعني ضغوطات عادي كعاد الرئيس مجلس اقليمي عاد يتحرك يعني عاد يستعد غطاس ونتحمل المسؤوليه ولهذا المناسبه يا ان مش متوري مش اقليمي دور الناس من ناحيه كنت غنغلب عاد وتوري شويه الحاج وتي كيدين كنت غنغلب والو كنت غنغلب ويكيج الحاج نسرال هذه السوار ولكن تاني الواقع المعاش ونتوري نتدعو مش اقليم غنغضيني ثانيا فلهذا اول المناسبه يا يعني
اول بالنسبه تهنئ تنا الفريق وفاق زنغان الى السعود الممتاز خو حاليا والزغيش غريش النداء الفاعلين الرياضيين اني تويت سيان مار راقصه اذمونا اذ بعدني الحزازات اذ بعدني والقيل وقاذ النميمه باش توقع بدا قيل وقاذ النميمه قوات بارشات هذا كان اذمونا اذ معاونا للفريق باش تقعدنا اذ عقبنا مش توغل الهوات مش توغل نجار ان بعد يعني ندعم مره الحساسيه نجاه الطاف المصلحه هو الفريق وفاق زنغان وثانيا كنزود الدعم خص الدعم ديالي نحاول ما يمكن نزود الدعم قار وانت انت نزو خفاف السنان انت نزو الوسائل الدعم قار باش نوضع الهدف باش وفاق زنغان غزات ومع الاسف نتواجه تطاحون ديني توقع عندك زغان تطاحوني يسبق ان نعيش نعيش تطاحونا نعيش المشاكل ولكن خصنا نتعاود بو ديال هاد يخسر الفريق وفاق زنغان يخسر المجلس هذه المجلس يودانا كان هذو الزون الدعم القار ديال المجلس نجي هذه هذو الزون يعني مره من الدعم خاصو الزون باش وفاق زنغان يحرز بزاف وشكرا.